كفريق بسمة أمل قمنا على نشاط هو حفل زفاف جماعي. حفل الزفاف الجماعي رح نستهدف فيه 60 عريس وعروس، قسمناهم على مجموعات بسبب كورونا. نحن عم نستهدف اليوم أول مجموعة، نحن رح نعمل 10 مجموعات عرب 10 أكراد. هدفنا من هاي إنه أهم شيء دمج المجتمع بين الأكراد والعرب، وأهم من هذا إنه هنا العرسان غالبة هنا من نازحين اللي تهجروا من مكان لمكان، وغير إنه ما ساعدتهم الظروف إنه هنا يعملوا حفل زفاف أو يتزوجوا. النبي محمد كان ما في ولا عريس من العرسان الموجودين بامكانيته انه يتجوز لولا هاي المنظمه او المبادره اللي عملوا لنا اياها لحتى قدروا انه يتاهلوا. كل شاب من الشباب العرسان الموجوده قدامكم هلا شي سنتين شي سنه ونص شي سنه وثلاث شهور صار له خاطب ما عم يقدر يتاهل ابدا، فالمبادره هاي الحمد لله قدر انه الشخص يكمل نص دينه ويكمل مع شريكه حياته اللي نقاها، والحمد لله رب العالمين. كل واحد منا يعني خاطب سنه وشهرين وفي منه سنتين، اي واموره ما عم تزبط، والحمد لله انه بمساعده المنظمه تيسرت اموره وتجوز. ويا ريت انا بتمنى انه من المنظمات وانه يعيدوا المشاريع كلياتها، لانه في عرسان كثير ما عم تقدر تتجوز، ما عندها القدره انه تتجوز. Yeah.